يلا نتابع مع بعض الجيومتري ليسون 4 تبع اليونت بتاعت الفيكتورز ماشي اللي هو ابلكيشنز اون فيكتورز. وعندنا ايه بقى في الابلكيشنز اون فيكتورز؟ عندنا جيومتريك ابلكيشنز وعندنا فيزيكال ابلكيشنز. والفيزيكال ابلكيشنز برضه نشوف فيها حاجتين. تعالوا نشوف هم ايه يلا ايه بقى الابلكيشنز. اول حاجه فيرست جيومتريك ابلكيشنز، لو انا عندي تو فيكتورز زي اللي قدامي دول هم فيكتور اي بي فيكتور دي سي، الاثنين دول هم لو لقيت الاي بي ايكوال كي تايمز فيكتور دي سي يبقى زين اي بي بارلل تو دي سي اند فايس فيرسا، والعكس صحيح. اف اي بي بارلل تو سي دي يبقى زين اي بي ايكوال كي تايمز. أول إكزامبل بيقول كده use vectors to prove that in a quadrilateral if two opposite sides are equal in length and parallel then the quadrilateral is a parallelogram. بروبرتي من البروبرتيز اللي خدناها قبل كده في إعدادي في البريلوجرام إن each two opposite sides are equal and parallel. إزاي باستعمال الفيكتورز أثبت إن لو أنا عندي quadrilateral فيه two opposite sides are equal in length and parallel الquadrilateral ده يبقى parallelogram. يبقى لما اترجم بس الاكزامبل ده اللي given required او ليه اقول a b c d is a quadrilateral. given ان في two opposite sides زي a b و d c ماشي parallel and equal in length، يعني a b equal d c وفي نفس الوقت a b parallel to d c. ايه المطلوب؟ prove that A, B, C, D is a parallelogram. يعني ايه؟ هو ايه اللي فاضل عشان ده يبقى parallelogram؟ فاضل اثبت B, C parallel to A, D. لو قدرت اثبت ان B, C parallel to A, D وانا عندي من الاول A, B parallel to D, C يبقى each two of the sides are parallel يبقى ده parallelogram. انا هعمل ايه بقى؟ هوصل A, C. draw A, C او join. نفس الكلمة هي هي. join A, C او draw A, C. عندي من given ان AB و DC parallel and equal in length، مش دولة معناها ان ال two vectors دول equivalent vectors. ليه؟ لان كلمة equivalent vectors same norm و same direction. same norm يعني AB equal DC، same direction يعني هما الاثنين parallel ومشوا في نفس الاتجاه from left to right AB DC. يبقى أنا عندي اتنين بس هم مزبوطين هم A, B و D, C. أنا بعمل كده ليه؟ علشان هجيب A, C بطريقتين، مرة في الترانجل A, B, C A, C equal A, B plus B, C، ومرة في الترانجل A, D, C A, C equal A, D plus D, C. طيب دول A, C ودول A, C، مش دي معناها إن A, B plus B, C equal A, D plus D, C، لأن كل اتنين من دول قد AC. طب وأنا عندي من الأول AB equal DC، AB equal DC يبقى زين أنا عندي AB equal DC يبقى زين BC equal أو equivalent to DC، each two opposite sides are parallel يبقى الشكل قدامنا ده بقى parallelogram. أدي إزاي أستعمل الفيكتورز، أدي معنى كلمة geometric application. استعملت الفيكتورز وقدرت اثبت ان الكوادريلاترال قدامي A B C D is a parallelogram. يلا شوف alright. نوع تاني من الجيومتريك ابليكيشنز باستعمال الكوردينيت of the vertices. بيقول لي use vectors to prove that A B C are vertices of a right angle triangle. يا سلام على اللي احنا خدناه في السنين اللي فاتت
يثبت لي ان ال A وال B وال C دول vertices of a right angle triangle. طرق كتير قوي بالسلوب بالديستانس بتوين تو بوينتس كتير كتير. لا النهاردة قال السؤال واضح ومحدد, use vectors to prove that A, B, C are vertices of a right angle triangle at B. يعني أنا لما أجي كده هو أقول بالتحديد اللي قدامي ده right angle at B. طب بص كده احنا عايزين نجيب A, B. A, B نجيبها ازاي؟ B minus A. ماشي, A, B قلناها في الرول بتاعت subtracting vectors, A, B هي B minus A. طيب جبنا ال B negative 1 و negative 2 minus 1 و 4 يبقى negative 2 و negative 6. طب هات C, B, B minus C. ال B هي ايه؟ negative 1 و negative 2 minus 2 و negative 3, طلعت negative 3 و negative 1. انا عندي vector A, B negative 2 و negative 6, vector B, C, B ماشي هو negative 3 و 1. لو قدرت اثبت الاثنين دول تو بيربنديكولار فيكتورز بشرط البيربنديكولار, يبقى ده بقى يبقى ده بقى رايت انجل ات بي. ايه هو شرط البيربنديكولار فيكتورز؟ x1 x2 بلس y1 y2 ايكوال 0. ازاي؟ انا عملت تايمز نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 3 ادي x1 و x2 ماشي, فين y1 y2؟ نيجاتيف 6 و 1. نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 3 يبقى 6, نيجاتيف 6 تايمز 1 يبقى نيجاتيف 6, نيجاتيف 6 بلس 6 ايكوال 0 يبقى زين الفيكتور اي بي بيربنديكولار تو بي سي يبقى زين ميجر اوف انجل بي ايكوال 90. ده نوع تاني من الابلكيشنز او من الجيومتريك ابلكيشنز, اني قدرت استعمل الفيكتورز علشان اثبت ان الترانجل اي بي سي رايت انجل ترانجل, وبروبرتي المسائل اللي على البروبرتي ده هي كتير قوي قوي, وبالذات بستعملها في الاريا وبيربنديكولار, يبقى اثبت البيز والهايت كتير جدا جدا جدا. لكن تعالوا نشوف ايه بقى الفيزيكال ابلكيشنز. يلا اوكي, ايه بقى الفيزيكال ابلكيشنز؟ اول نوع من الفيزيكال ابلكيشن ريزلتنت فورسز. يعني ايه ريزلتنت فورسز؟ علشان اجيب تو فايند ذا ريزلتنت فورس اكتنج اون ذا وودن كيوب. فين؟ شاف المكعب الخشبي ده هو اللي مرسوم قدامنا وودن كيوب. الاول قبل ما اقول لك ايه الفورسز اللي بتؤثر على الوودن كيوب اللي قدامي ده, بفترض حاجة اسمها يونت فيكتور, ومرت علينا في الدرس اللي قبله كلمة يونت فيكتور is a vector whose norm equal 1. يعني القيمة العددية بتاعته equal 1, لكن هو يحدد لي الدايركشن فقط, is used to determine the direction of the force. بنستعمله لتحديد الدايركشن of the force. انا بقول لك consider E وفيها علامة vector is a unit vector, وابتدي انا بقى احدد اتجاه افتراضي من عندي للE. فانا حددت الE is a unit vector in the east direction, في اتجاه الايست. طيب ايه هي resultant بتاعت two forces F equal F1 plus F2؟ يعني افترض جدلا ان ده عبارة عن كيوب حجري كبير كده واتنين بيزقوه, الاولاني بيزق بفورس 6 in direction of E والتاني بفورس 3 in direction of E. ايه هي resultant؟ هي F1 plus F2. الاتنين في نفس الدايركشن فعملنا 6E plus 3E equal 9E. في حاجة للفورس اسمها magnitude وحاجة اسمها direction, هناخدها بالتوسع قوي في تانية ثانوي في مادة اسمها mathematics applications مع الباقي الاستاتيكس. الاستاتيكس اللي هي الميكانيكس. في الميكانيكس في فرعين, فرع اسمه statics وفرع اسمه dynamics. ماشي, دي عندنا two forces F1 6E,
F2 3E. الريزلتنت بتاعتهم 9E. الريزلتنت ده هي ليها ماجنيتيود ودايركشن. الماجنيتيود هو السم اوف ذا تو فورسز 6E بلس 3E ايكوال 9E. الدايركشن act in the east direction. ليه؟ لان هما الاثنين في نفس الاتجاه فالريزلتنت اللي هي المحصله يعني بتاعه الاثنين هتبقى في نفس الاتجاه. لكن تعالوا بقى بص كده في نمبر 2. انا عندي حاجه جديده قوي هي سر من اسرار الكون اللي انت شايفه حواليك ده، اسمها force of friction. ايه ده؟ احتكاك. اسمها بالعربي كده force of friction، قوة الاحتكاك. بيقول لي كده في number 2 to find the resultant force acting on the book. شايف كتابه اهو. when you try to move it by a force F1 of magnitude 5 newtons. في حاجة وانت بتزق الكتاب اللي على المكتب ده هتلاحظ كده ايه؟ في فرق بين انك تزق بلية كده هو سموز على سطح كده هو سموز يعني املس تلاقي البلية جريت، لكن لما تزق كتاب زي كده في فورس تانية اسمها هيدن فورس. هيدن فورس قوة خفية بتعمل في عكس حركة الجسم، act in the opposite direction of the motion، اسمها friction force، قوة الاحتكاك. F1 equal 5 newton and the magnitude of the friction force equal 3 newton. ايه هي الفريكشن فورس؟ هي قوة بتعمل عكس حركة الجسم. حلو. Consider E is a unit vector in direction of the book movement. اعتبر الـ E هو الـ unit vector في اتجاه حركة الجسم. In direction of the book movement. فين الـ resultant؟ المفاجأة. الـ impulse قوة الدفع. F1 equal 5E. Friction force قوة الاحتكاك. Act in the opposite direction. فتبقى ال F2 equal negative 3E. الريزلتنت هي عبارة عن F1 plus F2. بس ال F1 لها ماجنيتيود E، ال F2 negative E. يبقى لما اجي اجيب الريزلتنت بقول ان انا عندي 5E والتانية minus 3E يبقى equal 2E. يعني انا لما ازق الكتاب بقوة 5E بعمل حساب ان في حاجة عكس حركة الجسم مع فريكشن ماشي، مقدارها 3 بتنقص من ال 5E، يبقى 5E minus 3E equal to E. then the resultant force equal to newton and acts in direction of the movement of the book، وتعمل في اتجاه حركة الجسم. ادي ايه؟ ادي ال 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 الريزلتنت فورس بتاع. طيب تعالوا كده هو نقول اكزامبل تاني سهل ولذيذ وحلو قوي في الريزلتنت فورس. بيقول ايه؟ if the force F1 2i plus j F2 i plus 7j F3 i minus 5j act on a particle. عايز اقول كومنت مهم قوي قوي في ده. ايه المقصود بالاي والجي؟ قلناه برضو في الدرس اللي فات. unit vector in direction of x axis and unit vector in direction of y axis. الاي unit vector in direction of x axis، الجي unit vector in direction of y axis. ادي كومنت. كومنت تاني ان الفورس F1 وF2 وF3 متحددين ماجنيتيود ودايركشن. ليه؟ الماجنيتيود 2 in direction of x axis and 1 in direction of y axis. بتاعت مين؟ بتاعت F1. F1 equal to i. دي معناها ان ليها كومبوننت
in direction of xx مقدارها 2 units, in direction of yx مقدارها 1 unit. السيري فورس دول F1 وF2 وF3 اللي متحددين magnitude direction act on a particle يؤثروا في جسم. Calculate, احسب the magnitude and the direction. شايف السؤال متحدد واضح اهو. Of the resultant forces are measured in Newton. سيب لي حتة نيوتن دي دلوقتي انا اخدها بالتفصيل, لكن انا كل اللي هعرفه ان انا عايز الريزلتنت بتاعت F1 و F2 و F3. انا قلت the resultant equal F1 plus F2 plus F3. خلاص انا مش محتاج اليونت فيكتور E لان هما متحددين magnitude و direction. عملت ايه؟ ادي ال F اهي ماشي عندي, جمعت ال F1 plus F2 plus F3. ازاي عملت اد للتلاتة دولة؟ قال ان انا متحددين ال I plus ال I plus ال I. ايه ده ايه ده؟2I في F1 1I في F2 1I في F3 جمعتهم طلعوا 4I. J 1J في F1 7J في F2 negative 5J في F3. يبقى جمعت 1 plus 7 equal 8 minus 5 equal 3. يبقى resultant F equal 4I plus 3J. أنا عايز magnitude و direction of the resultant. عشان كده بعمل إيه بقى؟ magnitude اللي هي norm of a vector خدناها برضو. norm of a vector هي square root لل x square plus y square. كأني أنا قدامي اهو الدياجرام اللي مرسوم ده, في اتجاه ال I اللي هو في اتجاه ال x axis 4 units, perpendicular عليها في اتجاه ال y 3 units هم بتوع J. يبقى the magnitude of the resultant هو norm of F equal square root لل x square plus y square اللي هي 4 square by 16 plus 3 square by 9 root 25 equal 5. ده اسمه the magnitude of the resultant, مقدار المحصلة. طب تؤثر في أي اتجاه؟ اللي هو اسمه direction of the resultant. أنا عايز أحسب الأنجل سيتا, أحسبها إزاي؟ بص كده للدياجرام رسمة اللي قدامك. التان opposite over adjacent, الopposite هو الواي والadjacent هو الإكس. يبقى تان سيتا equal 3 over 4, يبقى سيتا هي shift تان لل 3 over 4 equals 37 degrees. يبقى then the magnitude of the resultant equal 5 newton and makes angle of measure 37 with the positive direction of x axis. يبقى انا كده حددتها magnitude 5 newton و direction 37 with the positive direction of x axis. alright, ده كان اللي هو الجزء الاولاني في الفيزيكال ابليكيشنز اللي هي resultant force. تعالوا نشوف ايه الجزء الثاني في اسمه relative velocity. relative velocity يعني ايه relative velocity؟ the relative velocity of the body B with respect to another body A is denoted by VBA. اسمها relative velocity, سرعة B بالنسبة لـ A. أحيانا يكتبها with respect to أو relative to. يعني حاني نقولها كده relative velocity of B with respect to A أو velocity of B relative to A. أوكي, هي عبارة عن إيه؟ لو افترضنا إن VA is the actual velocity of car A, VB is the actual velocity of car B. يعني دي السرعة الحقيقية بتاعت الكار A ودي السرعة الحقيقية بتاعت الكار B والاتنين ماشيين. مين بقى اللي بص؟ بص ايه؟ ايه على مين؟ على B. بيقول ايه؟ velocity of B with respect to A. يعني مين تاني تاني؟ مين اللي بص ايه؟ بيشوف سرعة مين؟ بيشوف سرعة B بالنسبة له هو. اسمها velocity of B with respect to A. يعني كأنه A بيقول أنا عايز أشوف سرعة B بالنسبة لي,
عربيتين ماشيين يا جماعة، وبيبص ايه، بيبص على بي وبيقول انا عايز اشوف بي اسرع مني بقد ايه، ولا انا اسرع منه بقد ايه. اسمها كده relative velocity of B with respect to A. مين الاسهى؟ A. السرعة مين؟ B. بالترتيب VBA equal VB minus VA. VBA equal VB minus VA. طب افترض كتب VAB يبقى VA minus VB. بالترتيب زي ما هي؟ بالترتيب زي ما هي. طيب تعالوا نشوفها كده في اكزامبل عشان الكلام كده مش هينفع. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي كار ايه، ماشي ادي عندي السياره ايه ده، هي موف اون ستريت لاين او ستريت رود، طريق ستريت ويز سبيد 70 كيلومتر بير اور. ولما يقول لك سبيد ده الماجنيتيود بتاع الفيلوسيتي بتاعت الكار ماشي. ادي 70 كيلومتر بير اور. الكار بي، عربيه تاني سياره اخرى بي، موف اون ذا سيم رود، ماشي على نفس الطريق with speed 90 كيلومتر بير اور. الكلام محدد واضح ودقيق. سياره ايه ماشيه بسرعه 70 كيلومتر بير اور على نفس الطريق، سياره تانيه بي ماشيه بسرعه 90 كيلومتر بير اور. المطلوب find the relative velocity of car A with respect to B. شايف بالنسبة لبي اداني حالتين، مرة قال لي when the two cars move in the same direction، ومرة التانية قال لي if the two cars move in opposite directions. يعني أنا قبل ما أقلب الصفحة ده هي عندي الكار A ماشية بسرعة كام؟ 70. عندي كار B ماشية بسرعة كام؟ 90. حلو، يلا هات لي بقى velocity of A with respect to B، يعني VAB. VAB velocity of A with respect to B. ماشي تعالوا كده هو نشوف ازاي هنجيبها في الحالتين. الحالة الاولى لو العربيتين ماشيين in the same direction، التانية in opposite directions. يلا هفترض الـ E unit vector in direction of car A. استنى بقى انا عايز الحتة دي الاول. لما اقول E is a unit vector in direction of car A، يبقى دايما الكار A، ها فين الكار A اللي بتحرك بسبيد يلا the two cars move in the same direction، يبقى VA equal 70E و VB equal 90E. هم العربيتين قدامكم، الكار A اللي لونها جرين، الكار B اللي لونها يلو ده هي، وادي الE هو unit vector in direction of A. خلاص يبقى انا لما اقول velocity of A يبقى 70E، velocity of B يبقى 70E. الاثنين طيب انت عايز ايه؟ ال velocity of A with respect to B equal VA minus VB. طب VA بكام؟ 70E minus VB 90E negative 20E. دي معناها ايه؟ ان ذا اوبزرفر ان كار بي، لانه هو بيقول لي سرعه ايه بالنسبه له، ذا اوبزرفر ان كار بي يشعر فيلز ذات كار اي موفز توردز هيم ويز سبيد 20 كيلومتر بير اور. طيب لكن لو تو كارز موف ان اوبزيت دايركشن، خلاص احنا متفقين ان الاي in direction of A، يبقى velocity of A equal 70E. لكن velocity of B لأن هي عكسها فنكتبها negative 90E. بص كده للدياجرام اللي مرسوم قدامك اهو، ادي اليونت فيكتور in direction of E، وادي الكار A، وادي الكار A 70.
الكاربي بقى عكسها فعملناها نيجاتيف 90 لكن الرول هي الرول VA B equal VA minus VB VA 70 E minus negative 90 يبقى plus 90 equal 160 يبقى as in the observer in car B feels that A moves towards him with speed 160 kilometer per hour. That's right. ده كان relative velocity. وكده احنا بنهاية الجيومتريك ابليكيشنز والفيزيكال ابليكيشنز اللي هي ابليكيشنز اون فيكتورز. كده احنا خلصنا اول يونت عندنا في الجيومتري اللي هي الفيكتورز. That's all right. نتقابل ان شاء الله نلتقي في اليونت الثانية اللي بعدها.